ويا اهلا وسهلا باجمل متابعين متابعي شركه مجمع الشامل، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله راح اصور لكم كل جديد وفرنا لكم شركه مجمع الشامل فرع الرياض. وصل الزين كل التحف اللي ما شاء الله تقريبا انتهت في 3 أيام، تحف فنانيس اللطيفة بمناسبة الشهر المبارك توفرت من جديد. ما لكم أي عذر، شوف ما شاء الله الكمية قد إيش واسعة وإن شاء الله تكفي الكل. خذيها وزيني فيها بيتك، الطاولات والرفوف راح تكون ما بين الحجم الصغير وحجم الميني، زيني فيها بيتك وشاركين الصور وراح تاخذين القطعة الواحدة وبسعر 5.75 ريال. هلل. والشيء الأساسي في رمضان اللي هي الفوانيس، أكيد عشان كذا اخترنا لك بكل حب تشكيلة فوانيس خشبية بتصميم جدا رائع، إن شاء الله راح يعجبك. شوفوا معي التشكيلة، في منها عدة أشكال، كلها راح تكون خشبية بالحجم الصغير، إضاءة إلكترونية يعني ما تحتاجين أي بطاريات أو غيره، ضغطة زر تشغل معك هذه الإضاءة الجميلة. حبيت الأشكال هذه من علب المعدن، تصميم جدا رائع، تحطون فيها الكوب كيك، الكوكيز، الحلى أو المعمول. الحلو وفرنا لك بثلاث أحجام، عندك الصغير أو الوسط والصغير والميني، وكمان وفرنا لك منها هذا الشكل المورد، كلها راح تكون معدن، راح تاخذين البوكس الواحد وبسعر 5.75 ريال. هذا خلينا نكمل لكم مع أحذية الأطفال الأكثر طلبا، أحذية بلاستيك سواء للبنوتات أو للأولاد، راح يكون في منها كل الألوان اللي تخطر بالكم، الوردي، الزيتي، البنفسجي، التيفاني، وأكثر من 5 ألوان تقريبا. طبعا راح يكون مقاساتها تقريبا من 18 إلى 35، وراح تاخذونها بس بسعر 5.75 ريال. هلا. ومع الإجازة خلي أطفالك يطلعون الطاقة اللي فيهم مع لعبة الملاكمة الأكثر طلبا والأكثر مبيعا، لعبة جدا مسلية وأكيد راح تعجب أطفالك. خلونا نكمل لكم التغطية من الدور الأول مع كل جديد توفر اليوم، رصاصات أوليسترو الجميلة هذه ما راح يحلى مشروبك غير فيها، راح تكون ستيل عالي الجودة باللون الذهبي. الحلو ما راح تاخذين الحبة الواحدة أو الثنتين، راح تاخذين مغلف كامل مكون من 6 حبات وبسعر 5 ريال. لأن طلباتكم عوامر وما نرفض لكم أي طلب، طلبت توفر لكم مفرش العجين السيليكون توفر من جديد، مو بس حجم واحد، ما شاء الله وفرنا لكم ب3 أحجام، الكبير والوسط والصغير، راح يفيدك كثير خصوصا في رمضان، يعني تفردين عليه العجين بكل أريحية تضمنين انه ما يلصق معك، وكمان بنفس الوقت راح يكون مقاوم للحرارة. خلوني اوريكم الصور توضيحية واكتب لكم كمان المقاسات بالسابة الجوية. والله مو مستوعبة الجمال اللي قاعدة اشوفه قدامي، الكوب الدوار بتصميم جدا رائع مع القاعدة، انتوا عارفين كم هذا راح يكون سعره خارج المركز؟ يبيعونه كذا كامل بحوالي 11 ريال واكثر في مجمع الشامل، زي ما عودناكم سعرنا ثابت وما راح يتغير، 5.75 ريال. لا، الكوب الدوار القزاز ومعاه القاعدة الخشبية، شاركوني اراكم بهذا الجمال والتوفير، على فكرة توه واصل لا تفوتكم الكمية. تاخذين 4 حبات في حجم جدا مناسب وبسعر 5.75 ريال. كيف راح تكون حياتنا من غير المنظمات؟ للأمانة المنظمات تفك أزمة، تخلي بيتك مرتب وأنيق، خصوصا منظمات شركة مجمع الشامل. اخترنا لك هذه المنظمات الكريليك عالية الجودة بعدة أشكال، في منها للثلاجة وفي منها داخل الأدراج، سواء المقسمة كده تحطينها فيها أو تحطين فيها الملاعب، وفي منها المقسمة وفي منها العادية. حلوة هذه، تحطين عليها المنكير، تحطين عليها أدوات المطبخ، جميل جدا داخل الأدراج. كمان عندكم هذا للملاعق، شوفوا كيف، على فكرة أحجامهم جدا مناسبة. كمان منظمات الثلاجة الأكثر طلبا ومبيعا، كلها راح تكون أكريليك، راح تاخذين المنظم الواحد وبسعر 5.75 ريال. هلا. وصل أخيرا اللي عليه طلبات مو طبيعية، ملاعق التحريك الجميلة هذه للقهوة أو حتى المشروبات عامة، تصميم ستاربكس الأكثر طلبا،
التصميم ياخذ القلب. تذكرون في البداية وفرنا لكم باللون الأخضر والأزرق، اليوم وفرنا لكم بالألوان الملكية اللون الأبيض واللون الأسود. هتاخذون قطعتين مع بعض بكم؟ 5.75 ريال. وثاني شكل كمان مطلوب وتوفر من جديد اللي هو شكل هذا من الملاعق، راح تكون 2 في 1 ملاعق تحريك ونفس الوقت معها السرو أو المصاص، في منها 3 ألوان الروز جولد والذهبي واللون الفضي. راح تاخذون 6 ملاعق وبسعر 5.75 ريال. هلا ختام ومسك، خلوني أختم معكم التغطية مع الصحن الجميل هذا الثلاثي، تصميم غير اعتيادي ياخذ القلب، راح يكون بلاستيك مقسم لثلاث أجزاء بهذا الجمال. أتوقع ما في أحد فينا ما يحب اللون الأبيض، اللون الأبيض ملكي وفاخر من الآخر، عشان كذا اخترنا لك طقم السفر الأنيق السيراميك الأنيق هذا. شوفوا التصميم راح يكون كذا باللون الأبيض السادة والحواف الذهبي، تصميم بسيط وأنيق في نفس الوقت. طبعا حاليا راح يكون في منه أحجام صغيرة بس من الصحون وزبديات، تاخذينها كصحون جانبية تحطون فيها الحلى، كمان الزبديات تستخدمون للشوربة. شوفوا معي الأحجام كلها حاليا راح يكون بالحجم الصغير، راح تاخذين قطعة الوحدة وبسعر 5.75 ريال. هلا ويا عيني على الجمال كله اللي اجتمع بهذه الزبديات، زبديات سيراميك بتصميم ياخذ القلب، حلوة للفطور للمكسرات أو حتى للتمر. في منها شكل مربع باللون الأسود وعليه كذا رسمة باللون أو نكشة باللون الأزرق واللون الأخضر، كمان وفرنا لك منها الحجم الصغير بالنسبة للشكل الدائري. للأمانة التفاصيل تاخذ القلب، كلها ذكركم راح تكون سيراميك وبالحجم الصغير. راح تاخذين الصحن الواحد وبسعر 5.75 ريال. هلا رمضان على الأبواب، أكيد تحتاجين طقم أدوات مائدة جديد ويبيض الوجه، مالك إلا هذا الطقم الفاخر، راح يكون ستانلس ستيل باللون الذهبي بتصميم الماربل ب3 ألوان ما بين الوردي، وعندي كمان اللون الأبيض واللون الأسود، لك حرية الاختيار، يا أنك تاخذين طقم كامل مكون كذا من 3 قطع أو لو عندك شخصين تاخذين هذه المجموعة. شايفين كيف عالية الجودة وما تصدي أبدا، راح تاخذين كل 3 حبات وبسعر 5.75 ريال. هلا المبدعين في صنع الكيك لا يفوتكم سكين تقطيع الكيك العصرية هذه، راح تكون كذا ما شاء الله بالحجم الكبير، تساعدك على تقطيع الكيك بشكل متساوي زي ما شايفين، سهلة للاستخدام، بحط لكم صور توضيحية لها في السناب الجاي. خلوني أكمل لكم مع صواني كل قوالب الكيك والحلويات اللي وفرنا لكم من شركة مجمع الشامل باللون الذهب الأنيق بحيث تكون مناسب وجودتها عالية ما تلصق فيها أبدا، وكمان راح تكون مقاومة للحرارة، في منها عدة أشكال طبعا الشكل الدائري المستطيل، وفي منها هذه الأشكال الصغيرة أخذت وحبيت، شوفوا كيف الحجم جدا لطيف. وراح تاخذين طبعا القطعة الوحدة وبسعر 5.75 ريال. هلا بالله عليكم وين تلقون شركة تدلعكم آخر دلع وتوفر لكم كل جديد وكل عصري بالسعر اللي حبه قلبكم؟ برطمان قزاز اللي يحبون تميز في كل شيء حتى في أدوات المطبخ، لا يفوتكم هذا البرطمان القزاز الجميل بتصميم غير اعتيادي، راح يكون كذا بحجم جدا مناسب تحطون فيه البهارات، صدقيني يطلع شكله ولا أروع، راح يكون كذا مع الغطاء الخشبي الفلي تصميم ياخذ القلب، وراح تاخذين البرطمان الواحد وبسعر 5.75 ريال. هلا كل جديد وكل عصري وين تلقينه؟ أكيد في مكان واحد في شركة مجمع الشامل، شوف معي الاختراع العجيب هذا اللي راح يفيدك في المطبخ، أكياس سيليكون لحفظ الأطعمة مقاوم للبرودة والحرارة، راح يكون تقدرين تستخدمينه أكثر من مرة، اختراع للأمانة جدا عجيب، وفرنا لك بحجمين وبعدة ألوان، عندك الحجم الصغير وهذا عندك الحجم الوسط. اللي عدل المزاج أكيد القهوة وفنجين شركة مجمع الشامل، اخترنا لك بكل حب تشكيلة الفنجين الأنيقة هذه اللي ما يختلف على جمالها 2، راح تكون كذا تدرجات ألوان زاهية وأنيقة وتفتح النفس، في منها درجات الأخضر والوردي السماوي، وراح تاخذين الفنجان الواحد مع الصحن بسعر 5.75 ريال. هلا شوف معي ما شاء الله الجمال والفخامة اللي اجتمعت بهذه الفنجين، فنجين سيراميك تصميم ماربل باللون الوردي أو باللون البنفسجي، وداخل معه لون الذهب الأنيق اللي زادها جمالا، راح تاخذون الفنجان الواحد مع الصحن بسعر 5 ريال.
يهمنا رضاك ويهمنا تكون ضيافتك أنيقة وتبيض الوجه، عشان كذا اخترنا لك هذه التشكيلة من الستاندرد القزاز. للأمانة يعني ما في أي وصف يوصفها غير أنها تحفة فنية. راح تكون قزاز شفاف مع الحواف الذهبي. شوفوا كيف حجمها، حجمها مناسب تحطها فيها الحلى الموني شوكولات التمر. راح يكون في منها شكل الوردة وفي منها شكل الدائري. راكم نكمل لكم التغطية من الدور الثاني مع الأكثر طلباً ومبيعاً، التجليد اللاصق. يحبونه كثير لأنه له أكثر من استخدام. تقدرين تحطينه على دواليب المطبخ، على الطاولات، على الأدراج، راح يغير لك ديكور بيتك بأقل تكلفة. شوف كمان عندك الألوان السادة، راح يكون لصق ذاتي سهل التركيب، وتقدرين كمان تشرينه بكل سهولة. ونكمل من الشموع مع الشموع الأكثر طلباً، الشموع العائمة اللي تطفو على الموية، تعطيك كذا لمسة جداً جمالية. في البداية وفرنا لكم باللون الأبيض 5.75 ريال. هلا اليوم وفرنا لكم بأربع ألوان تقريباً، عندك الأبيض، الأحمر البنفسجي، واللون الوردي. وراح تخرج كل 9 حبات داخل المغلف وبس. وصل الزين كله، شموع الهبة، شموع البابلز توفرت، اللي انتهت تقريبا في يومين توفرت من جديد. طبعا حاليا وفرنا لكم باللون الأبيض، ريحتها تفتح النفس. انتوا عارفين كم راح تكون عفوا أسعارها خارج المركز في مجمع الشامل، راح تاخذينها بسعر 5 ريال، وهذا وقت لتوزيعات رمضان. خلي فيها كذا قماش الشالكي وخذيها للتوزيعات، راح يفكرون انها غالية وانتي بس ماخذتها بسعر 5 ريال 75. هلا تابعتوا لعبة الحبار وفرنا لكم منهم شخصيات جدا لطيفة، كذا راح تكون بالحجم الميني، زين فيها بيتك، المكاتب حلو وحبيتها، راح تكون كذا باللون الوردي واللون الأحمر. ويا أهلا باللي وصل اليوم، أتوقع ما خلينا بخاطركم أي شيء حتى الحليب وفرنا لكم. طبعا انتوا عارفين كم راح يكون أسعار الحليب خارج المركز، أسعار يعني مبالغ فيها في مجمع الشامل. كنت تتوقعون حبة راح تخذين، ما راح تخذين نفطر الحنتين أكيد، لا راح تخذين 5 قلب من هذا الحليب اللذيذ وبأربع نكهات وبسعر 5 ريال و75. هلا وهنا التوفير بحد ذاته، راح تاخذين علبة كاملة من الكوب كيك اللذيذ هذا بنكهتين، 14 حبة داخل البوكس. هذا وقته في رمضان تتفننين في حلى رمضان، وراح تاخذين البوكس كامل وبسعر 5 ريال 75. هلا لكم.